السلام عليكم خوتي. جيت من 400 كيلومتر غير على الفيديو هذا. الى اول مره تشوف الفيديو اضرب سبسكرايب واضرب ابوني لتحت وفعل الجرس، باسكو راني فريمون جيت تعبت على الفيديو هذا. 400 كيلومتر باش وصلت للمنطقه هذه انشون، غير باش نوصلكم المعلومه تاع غير باش نشوفوا السوق هذا تاع السياره. دخلها تاع السوق تلقى كتيبه عربيه صرافه كوريا، نادر وين تلقى كتيبه عربيه مادام كاين حاجه مكتوبه بالعربيه. ثم كاين عرب يدوروا في المنطقه هذه صرافه مكتوبه بالعربيه. وين تلقى بالعربيه يعني كاين عرب في المنطقه هذه ساكنين، يا اما بزنازيه يا اما، وكاين هنا بزاف بزنازيه يبيعوا يشريوا. سوري الكاميرا امريكا. العرايس راهم خارجين هذو تباعوا رايحين هنايا في هذه البلاصه. السياره تاع كوريا سياره كوريا هنايا، ما يمشيش هنا في كوريا. الكوريين كي يطقوا عليه الطوموبيل يقوا عليها لي طاكس، واش يدير؟ نحي لها الماتريكيل ويجي يبيعها هنايا، باسكو هذا السوق يصدروا منه للدول كاع البرا. حنا الجزائر ما نقدروش نجيبوا منه باسكو سيارات مستعمله هذه كاع. شوف كيما هذا الطوموبيل، هذه ما فيهاش ماتريكيل، هذه بلا ماتريكيل. يبيعوها لبرا، يبيعوها الليبيين، يبيعوها الناس اللي يقدروا يدخلوا السيارات، ماشي حنا ما نقدروش ندخلوهم. الناس اللي يقدروا يدخلوا سيارات لبلادهم. مانيش عارف اذا نقدر نصور الشمس، انا شويه ما نقدرش نفتح عينيا في الشمس. بون المهم كيما راكم تشوفوا هنا لي فواتور الطوموبيلات هنايا كتبني عليهم لي نيميرو. شوف الصوت كبير، الصوت كبير، وشنو هو؟ ما فيش الناس بزاف، ماشي كيما البلاد، ماشي كيما حنا الجزائر. السوق راه كبير بزاف، هذا اكبر سوق هنا في تقريبا في كوريا الجنوبيه تاع السيارات. شوف السيارات تلقى فيها اللي مبيوعه، السياره اللي مبيوعه تلقى فيها حاطين عليها سولد اوت، مكتوب عليها سولد اوت، واللي ماشي مبيوعه حاطين عليها النيميرو. كيما هذه ماشي مبيوعه فيها النيميرو برك، حاطين نيميرو التليفون. واش دير؟ تعيط المول السياره الكوري راه قاعد في دارو ولا مانيش عارف وين راه، تعيط له وتقول له السياره تاعك الفلانيه اللي راهي في البلاصه الفلانيه في السوق شحال البري، تتسوق معاه هكذا. هذه هي العقليه هنايا، ماشي كيما الجزائر حنايا يدخلوا مولاها يجي معها للسوق. هنا لا، هنا راه قاعد في دارو وتبعث له. هذا سيستم مليح صراحه، سيستم مليح بزاف. حط السياره تاعك، دايرين نهارات هنا، حط السياره تاعك هنايا وهو يجي يتفاهم معاه من دارو. هذه سياره مثلا مبيوعه، هذه كيما هذه مكتوب عليها سولد اوت، هذه تباعت، يعني كي تجي لهنا ما كان لها تساومها. السياره اللي ماشي مكتوب عليها سولد اوت تقدر تساومها. السوق فيه جنسيات كامل، العرب الليبيين، خاصه الليبيين بزاف كثرين هنايا، المشارقه ثاني السوريين، كاين بزاف ناس هنايا في المنطقه هذه. درك نضربوا طلع نشوفوا كش السياره. هنا السيارات مفتوحين، تقدر تدخل عادي تفتح السياره كاع مفتوحين، وكاين حتى اللي فيهم مفتاح كاع، كاين اللي فيهم مفتاح تقدر تدخل تشوف السياره وتساومها ونورمال عادي. واحد ما يديرونجيك تفتحها وحدك كاع مفتوح. هاي كيما هذه افنت، نحي لها الماتريكيل وفيها ما نش عارف اذا حاط الرقم تاعها ولا لا. شوف الباب تاعها سبحان الله، مخلينها تنمو الامن والامان، مخلينها مفتوحه هون. شوف مفتاح، وفيها حتى المفتاح لداخل. ندخلو نضربو طلة لداخل، هاي واحد السخانه لداخل. هاي السياره، شوف المفتاح، مخلي لها المفتاح تاعها نورمال عادي، المفتاح تقدر تنوض، تقدر تنوض نورمال وتسيي لا فواتور تاعك. ما كاش ونفيكسي لها في دقيقه. نجربوا هاي مليحه ولا لا. سخانه هادي فيها مشكله، بوجي تشوفهاش. شوف واحده اخرى، نجربو نشوف واحده اخرى هيك باطل. الماتيز
ماتيس في البلاد والله ما على بالي شحال دير. هنا الثمن تاعها تقريبا 200 دولار 300 دولار، يعني بدراهم تاع الجزائر شحال 200 دولار بدراهم تاع الجزائر شحال راه يدير؟ ما عرفتش شحال يدير دولار اكزاكتلي، 3 ملايين ونص 4 ملايين، ماشي با بلوس. نظيفه هايله، نقيه دوك نشوفوا شحال. بون على برا على طول تاعها تبان مليحه، ولكن دوك نشوفوا الموتور تاعها مليح ولا لا. لا الدخل زوينه مليحه، حاجه نظيفه. شوفوا اسكت مود ولا لا. ضربه ناضت الله، ضربه واحده هذه. البري تاعها 200 دولار 250 دولار تقريبا. هذه الايترونت، الايترونت اكزاكت ما تقدرش تعرف شحال باسكو لازم تعيط للنيميرو هذا، تشد النيميرو هذا وتعيط له مولاها هو يخبرك شحال. شنو تقدر تحب تسيها تسيها بوتو. كاع مفتوحين طوموبيلات، ادخل سي على روحك ما كاين حتى واحد يديرونجيك. سخانه يعني بحال انك جيت في وقت، جيت في وقت وين سخون الحال. بورش حاضره بقوه، دوك نشوفوا بورش الا مفتوحه ولا لا. لا الباتريه الخشينه يا خويا ومفتوحه مفتوحة عادي، نوض وسيي وجرب ونيغوسيي وصاي. دون هادو وكالات هنايا، وكالة تاع واحد الليبي قال لي هو نظنو صاحب وكالة، قال لي انه السيارات هنا شوية غاليين على برا، لأنه الأرض هنا يدفعوا عليها وعندهم واحد السيستم هنا يعني يخلصوا على الأرض يخلصوا البلاصة اللي يحطوا فيها السيارة، فقال لي شوية غاليين على برا. يعني شويه عندك انك تشري من عند كوري برا احسن من انك تشري من هذا السوق. شويه غاليين، ما حبش يتصور باسكو كاين اللي يحشم ما يبغيش يبان قدام الكاميرا، ولكن فادني بالمعلومات هذه. للاسف مالوريزمون ما نقدروش نعرفوا البري، لازم نعيطوا صاحب السياره. راهم حاطين فيها البري كيما هذه 2014 2014، حط فيها العام كيما هذه ماتيز 2006 حط النيميرو تاعها. صافي لازم نعيط له ونسقسيه شحال دير البري تاعها ونيغوسي معاه. هكذاك ما بين 250 دولار وطلع، يعني تقدر تحصل سياره كيما هذه تشريها 250 دولار، رخيصه بزاف فريمون. وكاين ما اغلى، كاين اللي كيما تكون كيما هذه كبيره، هذه تكون حوالي 800 دولار 1000 دولار، وهنا شويه غاليه لانهم يخلصوا على الارض. هذه هي الحاجه تخلي السياره شويه زايده على برا، يخلصوا هذا الوكالات يخلصوا يقول لك فيها الفري وفيها كذا وفيها فيها، تما راح يغلي لك شويه السياره. تما احسن حاجه تحب تكسب سياره وتمشي بها في كوريا شريها من برا على كوري خير منك ليه ديريكت. كيا كارنيفال 2000 هذه كيا كارنيفال 2007. نشوفوا هذه مفتوحه ولا لا. لا هذه من افخم السيارات تعجبني انا 2007 بصح حاجه ما شاء الله مفتوحه يا خويا يا خويا الله فريمون ما شاء الله طابلو كل حاجه. هذه كارنيفال من احسن السيارات تعجبني بزاف هنا في كوريا، كبيره باسكو كبيره، شوف اللور فاميليال، نفس الوقت دكوراك تسوق في بوينغ ماشي طوموبيل، وحاطين لها المفتاح. نوض على روحك، نوض سييها ونيغوسي مع السيات وشوف راهي بوان مور. نحلها الكونتاكت، على تنحيلها الكونتاكت على دير معاك نحلها الكونتاكت خساره. لكن سياره ما شاء الله ما كان حتى وحدك، شوف كان الدنيا هنيه. شوف طوموبيل عجبتك عيط للسيد قول له شحال واش فيها واش ما فيهاش، قول له يهضر معاك. ان شاء الله نوصلوا للمستوى هذا في الجزائر، نحبسوا هذيك العقليه تاع 10 دايرين بطوموبيل وحده، نوصلوا للنيفو هذا يعني وين
وين تروح تشري سياره في السوق وتكون مرتاح نتايا وهو مرتاح حتى هو يكون مرتاح، راه في دارو سياره راهي في بلاصتها وراهي نيغوسي معاك وتنيغوسي معاه وربنا ولك الحمد. خلى لي حبه حلوه او خلي لها الكونتاكت ماشي حبه حلوه، انا بغيت نوضها ندير بها دوره. كاين عرب هنا بزاف اللي خدموا عندهم مكاتب كيما هذه، هذا اسمه يوسف، تلقاه يا اما ليبي يا اما مصري يا اما عربي، يا اما من جنسية عربية، يعني هنا سهل انك تشري سيارة من المكان هذا، سهل بزاف. هذا عربي راه كاتبها بالعربية، راه كاتب اسمه بالعربية، يعني حالة حاجة نادرة انك تشوف لغة عربية في كوريا هنايا، غير في الاسواق ولا كاين بلايص وين كاين العرب. السلام عليكم. السلام. ليبيا ان شاء الله. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. والله ماني عارفها بالضبط، كثير حد ثاني يسال. ما عارف؟ عادي يا جماعه. مش داير حسبة. ايوه لا أقصد... ما عملتش. اقصد يعني كم تدفعوا باش تدخلوا السيارة؟ ما عارف؟ شحنها و أول مرة نجيني تو نشوف. اي عادي. أصل حد ثاني خبرة. عادي اوكي شكرا. متفق ان شاء الله. اللي بيحشم ما حبش يتصور. هذا من حقه عادي نورمال. كاين ناس ما تحبش تبان امام الكاميرا، ولكن السوق فيه بزاف العرب هنا، يعني البيع والشراء راح يكون اسهل. وجيت لهنا كاين حتى مصلى. ها كاين حتى مصلى هنايا، تصلي يعني كانك في بلاد عربيه عادي بك حتى مشكل. هذا اسمه مكة، مكة للتداول. اخويا اسماء ما شاء الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ تمام؟ الحمد لله. انت تشتري ولا تبيع ولا؟ لا مشتري. مشتري. ممكن اعرف هذه كم ثمنها؟ 9 مليون. 9 مليون. ايوه. كم عامها هذه؟ وش من سنة؟ 2016. شكرا. توفيق. هذا سوداني يقول لي السيارة هذه ثمنها $9,000. $9,000 كله سوداني هذا. $9,000 تقريبا. $9,000 سيارة. كم شحال بفلوسنا؟ يعني تقريبا 160 مليون. $9,000. افنت هذه عامها 2016، يعني مون تروازون. افنت مون تروازون هذه تكون 2017 هكذاك تقريبا. مون تروازون في الجزائر، المشكلة انه في الجزائر ما تقدرش تدخل سيارات كورية، لو المانية مون تروازون تقدر تدخلها، لكن مون تروازون كورية ما تقدرش تدخلها، هذا هو المشكلة. حتى لي كاميون الشاحنة ثاني كاينين. شنو هذا؟ راه فاتحها هذا شوية طول تاعها من هذا مفتوحة، ما نعرف إذا دار لها دقيقة يما كبرنا. المفتاح ما كاش. هذا لاش المفتاح هذا حبيبنا، هذا سيليكون بحا تكون تباعت. هذا هي الأشآن هنايا في يسموها ستاركس، يسموها ستاركس في كوريا ما يسموش أشآن. وشوف والبيكانتون في الجزائر هنا يسموها مورنينغ، اسمها مورنينغ ما يسموهاش بيكانتون. في الأسماء تختلف نفس السيارة بصح كي تجيبوها للجزائر بدلوا لها الأزم. هذه النقطة ما على باليش عليها، لم أبحث عليها. دوك نشوفوا الأشآن باسكو أنا نبغي الأشآن بزاف. نشوفوا مراش داير له خسارة، مراش داير له النيميرو، يكون هذا تبع بصح. شوف مفتوح نورمال، تقدر تنوض عادي وتشوف واش كاين. نهبطوا ودي ما كان حتى حاجه تهبط. معطلين. ما نعرف اذا ضربه ينوض ولا لا. لا فيه مشكله، فيه مشكله لا اريد. الاشياء ما عجبنيش، هذا ما عجبنيش باسكو ما حبش ينوض.
فيه مشكله نروح نشوف واحد اخرى تكون مليحه باش نلقاو حاجه تكون احسن. الضيق 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 داير حاله. اوه الحمد لله بدا ضرب شويه نسمه. جيت مع السخانه سوا سوا دياشير دياشير كاين داخل السوق شركه كاع دياشير تحب تبعث اي حاجه حتى المرس مرس حضره بقوه. و النيميرو تليفون راه حاطه هنايا حط لها النيميرو تليفون تاعها. مزيد مفتوحة يعجبك الحال يعجبك الحال مفتوحة وفيها المفتاح الداخل المفتاح كاين. هذه مطيحين لها الماتريكين ما فيهاش هذه التصدير برك هذا ما كان مي فيها الماتريكين تقدر تشريها مي هادو كاع مطيحين هذه مطيحين لها الماتريكين اللي نحوا لها الماتريكين يعني ما تقدرش تشريها تمشيش هنا في كوريا ما تمشيش ممكن عليها ضرائب ولا حاجة تتصدر برك هذا ما كان. اما السيارة اللي فيها الماتريكيل تقدر تشريها عادي وتستعملها عادي هنا في كوريا. افريقيا حاضرة بقوة وملي تجي لزافريكا حتى لزافريكا راهم يبزنسو هنايا يشريو ويبيعو باسكو في بلدانهم مسموح انك تدخل سيارة عادي. كيما هذه المورنينغ هنايا دير تقريبا بدراهمنا تاع الجزائر دير 8 ملايين 9 ملايين 10 ملايين يعني كيما هذه برك دير 10 ملايين يعني غراتوي. انوي برك انوي تكسب سياره هذا ما كان ماهيش حاجه ماهيش دريم كيما يقولوا ماهيش حلم انك تكسب سياره هنا في كوريا. الماتيريال غير هو المشكله هنا في كوريا انك تشري سياره اللي طاكس تاعها ولا اللي بروسي لي بروسي سورتو الباركينغ. انا شريت سياره وبعتها غير على جل الباركينغ قاري عندي مشكله في الباركينغ قاري برك حط برك عدت نخلص عليها. اما الحديد رفض برك الحديد هنا رخيص ليموزين او حط نميرو التليفون تاعها 2010 ولا عام 2010. المشكله ما نقدرش ندخل باسكو لي سباس شويه ضيق دوك نحاول نعيط له ونشوف شحال يقول لي البري تاعها شحال طويله شوف قس ثلاث سيارات قس ثلاثه. عيطت لها عيطت رجع لي واحد كوري الحاجه الاولى ما يعرفش الكوريه ما يعرفش اونجلي رجعت لي امراه من بعد فوت لي امراه قالت لي 5000 دولار يعني 5000 دولار 5000 دولار هذه الافعى هذه طويله 2010 5000 دولار يعني دراهمنا 90 مليون تقريبا. This morning how much? Morning how much? 1600 which year? 2009 2009 can I see? 2009 هنا تاع شويه راه مغليها هذا راه شويه مغليها باكستاني نزيدو شويه عليها دقيقه نشوفوا هل ضربات نوض ولا لا لا صافا مليحه شويه. ان شاء الله نكونوا فدناكم في هذا الفيديو باش تعرفوا شويه لي بري هنايا في كوريا تعرفوا العقليه السوق كيفاش داير. انا حاجه اللي عجبتني في السوق هذا منظم ما شاء الله يعني ما كاش احتكاك بزاف بين داخل السوق سوق كبير فيه سيارات ما شاء الله بزاف والطريقه تاع البيع والشراء هنا عجبتني بالتليفون وهني راسك يعني كاين سياره محطوطين هنا كاين سياره اللي موريهم برا تعيط المول السياره وتهني راسك يعني تليفون تعرف شحال البري تاعها وتنيغوسي معاه ولا عجبتك ديرها ما عجبتكش خلي. كما قلت لكم الاغلبيه تاع السيارات هنايا للتصدير يعني منا يصدروهم لبلدان اخرى تشري السياره منا وتبعثها في كونتينر للدوله اللي راك حاب تبعثها لها. ما تنساوش خواتي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا ما تنساوناش بلايك وبارطاجيو لنا هذا الفيديو كاين ناس انتيريسي باش يعرفوا شويه العقليه هنايا. هذا السوق يقولوا له انشون السوق هذا جاي في منطقه اسمها انشون وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو لنا وخبطونا بجم جمجموا لنا الحاله وبالتوفيق للجميع. سلام.